برحب بيكم وترند جديد من ترندز نيو ستوري. الفنانة غادة إبراهيم هترجع للتمثيل تاني بعد غياب 10 سنين بمسلسل السجل الأسود، بعد ما قدمت في 2012 ثلاث مسلسلات وهي ابن موت والصفعة والنار والتين. تفاصيل أكتر خلينا نعرفها من غادة. ازيك يا غادة؟ ازيك يا سالي؟ أولا مبروك لرجوعك مرة تانية. حبيبة قلبي ميرسي والله جدا. قوليلي بقى، أنا عايزاكي كده تكلميني عن المسلسل، وأنت شايفة إن الدور فعلا يستحق إن أنت ترجعي له تاني بعد غياب فترة طويلة؟ صراحة بصي الدور مغري جدا. هي أولا أنا بقولك كل سنة طيبة يا سالي بمناسبة السنة الجديدة، ويا رب تكون سنة سعيدة عليك يا رب، وعلى قناة تين وعلى كل القائمين عليها بإذن الله يا رب، وسعيدة عليك أنت كمان ودايما ناجحة. حبيبة قلبي إسلامي والله. الأهم بقى أن هي أول دراما تلفزيونية للمخرج جميل جميل المغازي، هو صديقي على المستوى الشخصي وحد جميل جدا جدا جدا. بس أن هو بقى الموضوع بقى جديد خالص ومكتوب بطريقة حلوة جدا. وفي بقى كوكبة من النجوم بصراحة كلهم بحبهم، يعني كل الموجودين في المسلسل بحبهم. قوليلي كده مين الأبطال المشاركين معاك؟ خالد سليم، مي سليم، هلا فاخر الجميلة، هلا فاخر، منذر ريحنا، محمد نجاتي، كوكي، مجموعة كبيرة قوي صراحة، محمد عبد الجواد، ناس كتير قوي صراحة، يعني مجلين طبر، في مجموعة كبيرة جدا جدا يعني. بس دي أول دراما تلفزيونية الجميل جميل المغازي، المخرج الجميل ده اللي أنا بحبه على المستوى الشخصي وصديقي، وكمان الموضوع مكتوب حلو قوي صراحة. يعني أنا عايزاكي تكلميني أكتر بقى عن دورك، يعني إيه اللي دور صباح دي بيقولوا لها مرؤة، عندي بنوتة اسمها رؤى، وأنا شغلي كله في المقابر، بدفن وبغسل لخدمة الموتى. حاجة حلوة فيها ثواب كده، هي طيبة بس بيقابلها عقبات كثيرة جدا بقى من جارها ومن كل الناس اللي حواليها، وتنمر وأذى، وفي ناس مؤذية، ناس اللي بتعمل سحر وبتعمل أعمال وبتعمل سفلي. الموضوع بيتطرق للموضوع ده خاصة موضوع السحر والشعوذة. أيوة أنا كنت لسه هسألك بقى، السحر مذكور في القرآن؟ السحر انت مؤمنة بيه؟ في سحر بالقرآن الكريم، سفلي بيسموه بلاك ماجيك، سفلي ده من أكثر أنواع السحر، وموجود على فكرة في كل أنواع العالم، مفيش بلد محددة ليه. موضوع جديد جدا بقى، عارفة كتابة حلوة قوي، بيتكلم فيه بطريقة علمية وموجود في القرآن وبالدين كمان، فالموضوع حلو قوي صراحة. طيب بما اننا بقى بنتكلم عن الناس الشريره اللي بتعمل اعمال وسحر وكده، مين بقى اللي بيحاربك يا غاده؟ لا بصي، كان ليكي تصريحات ان انت في ناس بيحاربوكي وناس معينه بيحاربوكي، ف ان في اثنين حيزبونات هم اللي بيحاربوني. اثنين بس؟ لا مش بصي على اختي راسك. يلا بقى يلا نقول اسماء بقى، يلا نقول اسماء. لا 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 على فكره انت ذكرتي في قبل كده تصريح وقلتي ذكرتي اسم سالي. انت قمر، انا بدي تصريح في بدايه السنه ان انا عايزه 2023 باخبار عن شغلي بس، فقط اخبار مشاكل، اخبار تنمر، اخبار مش لذيذه مش هيحصل. كل اللي هيحصل باذن الله اخبار عن شغلي اللي هتشوفوه هو اللي جاي بس باذن الله. طيب ماشي، انا عايزه بجد السنه تبقى اخرها تمشي حلوه كده باذن الله. لا ان شاء الله هتمشي زي الفل باذن الله. طيب خلاص، اخر حاجه بقى، انت بقالك 10 سنين قاعده في البيت ما كنتيش بتشتغلي، انت فعلا حاسه انك الكلام ده؟ ثواني ثواني ثواني. طب قولي. قبل اللي فاتت كنت عامله مسلسل عروس النيل الاوسط في البرنامج العام مع وزاره، مسلسل اذاعي، احنا بنتكلم على التلفزيون. ازاي ثواني؟ قبل منها بثلاث سنين كنت عامله مسرحيه مع الاستاذ احمد ماهر بطوله. اخر دراما عملتها 2016 كان فيلم شارع محمد علي بقولتي، وهو المفروض هيتعمل له مونتاج دلوقتي وينزل خلاص. يعني انا لغايه مثلا قولي 2016 كنت بعمل دراما، عملت مسرحيه من خلال الخمس سنين دول او ست سنين، مسرحيتين ما شاء الله، وليلى اسكندراني ومسلسل اذاعي، فانا ما كنتش واقفه بس كنت بشتغل ببطء شديد صراحه. طيب يعني انت خلاص مش بتتحاربي دلوقتي؟ بتحارب زي، على فكره مش انا لوحدي في الوسط، ناس كتير بتتحارب. على فكره في ناس اهم مني وموهوبين عني قاعدين في بيوتهم بيتحاربوا. طيب واخبار الترند ايه؟ لو قلت ريان يا فاجل هبقى ترند. انا كاريزماتيك، انت قلتي كتير انا كاريزماتيك. بقى لها اكتر من ست شهور. يعني جمله اكتر من ست شهور ترند. اشكرك جدا يا غاده. خلص الترند النهارده، بس لسه عندنا ترندز وستوريز كتيره مش بتخلص. اشوفكوا تاني وسلام.